محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أثبنا على ما قرأناه من القرآن العظيم واجعل مثل ذلك ثواب هدية منا إلى حضرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأوليائك من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم وذكورهم وإناثهم خاصة إلى حضرة من دفن في هذه البلدة يا أرحم الراحمين. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم. اللهم أعد علينا وعلى والدينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى تلاميذنا وعلى مجلسنا هذا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. اللهم أفض علينا وعليهم من فيضاتهم وأمدنا وإياهم بمددهم وانصرنا وإياهم بحقهم يا خير الناصرين. اللهم اجعل أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا خاصة نجعل هذا الأمر مع الراحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في تعلمنا وتعليمنا وعيشنا ومعيشتنا وصحتنا وعافيتنا وحركاتنا وسكناتنا وأسماعنا وأبصارنا وفيما تعطينا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تهرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأضلنا وارض عنا بمحض فضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وتلاميذنا. اللهم اهدنا واهدهم واحفظنا واحفظهم. اللهم أحينا وإياهم حياة طيبة بيا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وماتوا منا وجميع المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولهم واعف عنا واعف عنهم واجمع بيننا وبينهم في جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. സ്നേഹപ്രപഞ്ചം 2017 മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം സമുദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തര കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദീർഘദൂരം